قابلنا مع السيد الرئيس، تحدثنا حول الوضع الموجود في البلاد اليوم، استمعنا لوجهة نظر نتاعو، أكدنا السيد الرئيس أنه مسألة الحوار الوطني والتوافق ليست على النوايا فقط، بل هي سلوك وممارسة والتزام، وهو شيء غايب عند حركة النهضة وعند الترويكا. أكدنا للسيد الرئيس أن الشرعية الانتخابية بدأت تتآكل وتهتري لعدم قدرة الفريق الحاكم اليوم على تحقيق أهداف الثورة، وأكدنا كذلك على عدم رضا حركة الشعب ورفضها لبعض المواقف لتونس من القضايا العربية، وخاصة مما يحدث في سوريا ومما يحدث في مصر.